شهد سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة منافسات بطولة ألبا لقفز الحواجز والتي أقيمت تحت رعايته بميدان الرفا بالاتحاد الرياضي العسكري بمشاركة نخبة من فرسان وفارسات البحرين. وأكد سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة أن مسابقات قفز الحواجز باتت من المسابقات التي تحظى بمشاركة واسعة من فرسان وفارسات المملكة، وتشهد منافسات عالية المستوى، وذلك بفضل الدعم والاهتمام الذي تحظى به رياضة الخيل في مملكتنا الغالية والمتابعة المباشرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وتوج الفارس صابر سلمان فرج بلقب المسابقة الكبرى، وفاز بلقب المسابقة الخامسة الفارس أحمد أكبر، وفاز بلقب المسابقة الرابعة الفارس معيوف الرميحي، وفاز بلقب المسابقة الثالثة الفارس معيوف الرميحي أيضا. أما في مسابقات الناشئين والتي أقيمت في الفترة الصباحية فقد فاز الفارس الناشئ سلطان الرميحي بالمركز الأول، وفي المسابقة الثانية فاز الفارس حسين أصغر. وشهدت مسابقات بطولة ألبا حضور السيد خالد عبد اللطيف الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق بشركة ألمنيوم البحرين ألبا، والسيد عبد الله سيادي مدير العلاقات العامة بشركة ألبا، ورئيس لجنة قفز الحواجز الشيخ خالد بن محمد آل خليفة، ونائب رئيس اللجنة الشيخ عبد الله بن محمد آل خليفة. ووجه سمو رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة شكره وامتنانه الجزيلين لشركة ألمنيوم البحرين ألبا على دعمها السخي للاتحاد وبطولات قفز الحواجز، والذي يؤكد إيمان مسؤولي الشركة بدعم مختلف النشاطات والفعاليات على أرض المملكة لا سيما الرياضية منها، والذي يكفل تحقيق أعلى درجات النجاح. وهنأ سموه الفرسان والفارسات الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف المسابقات وجهود اللجنة المنظمة للبطولة، متمنيا التوفيق للجميع في بطولات القفز القادمة من الموسم الجاري.